موجز الأخبار من النبأ، أهلا بكم. حسم عضو المجلس الأعلى للدولة خالد المشري انتخابات رئاسة المجلس على حساب عبد الرحمن السوحلي، وتصدر المشري الانتخابات ب64 صوتا عن رئيس المجلس السابق عبد الرحمن السوحلي، والذي تحصل على 45 صوتا من بين 115 عضوا شارك في التصويت. ويشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي ينتخب فيها مجلس الدولة رئيسا له. أكد رئيس المجلس الرئاسي المقترح صدور تعليمات للأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة في قضية مقتل أطفال الشرشاري وتقديمهم للعدالة. وصف سراج الجريمة بالبشعة والدخيلة على مجتمعنا، والتي تعكس انعدام الإنسانية وفقدان الوازع الديني والأخلاقي لدى مرتكبيها بحسب البيان. دعا المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان الأطراف المتصارعة بالجنوب إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وضرورة فتح الطرقات الداخلية والخارجية. وطلب المجلس في بيان تحصلت النبأ على نسخة منه أعضاء مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي عن الجنوب بتعليق عضويتهم والعودة إلى المنطقة إلى حين إيجاد الحل الأمثل. كما طلب المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان بالعمل على حل جميع التشكيلات المسلحة ودعوة أبناء الجنوب إلى الالتحاق الفوري بمعسكراتهم وثكناتهم إلى القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لها. أكد مصدر للنبأ أن قائد ميليشية الكرامة خليفة حفتر اقترح منحه صلاحيات المؤسستين العسكرية والأمنية لحل الأزمة الليبية الراهنة حسب تعبيره. وبحسب المصدر نفسه، اقترح قائد الميليشيات إعادة تشكيل المجلس الرئاسي على أن يتكون من 3 أعضاء بدلا من 9 يمثلون المناطق الغربية والشرقية والجنوبية. واشترط خليفة حفتر أن يكون أحد أعضاء المجلس الجديد ممثلا له أو ممثلا للجيش حسب تعبيره. نهاية الموجز، إلى اللقاء.